السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. بعد فقدان منتخب الجزائر للاعب عدلان قديورة بسبب تقدمه في السن، أصبح وزير السعادة جمال بالماضي يبحث عن خليفته في منتخب المحاربين لتفادي الفشل من جديد في كان كوديفوار، لتكشف اليوم أشهر صحيفة في إيطاليا والمعروفة بمصداقيتها ومصادرها الموثوقة هذه الأخبار المفرحة للجزائريين، حيث قد كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبور الإيطالية بأن اللاعب الفرنكو الجزائري ياسين عدلي صاحب 22 ربيعا ونجم نادي إيسي ميلان الإيطالي بأنه قد حسم مستقبله الدولي نهائيا. وقالت الصحيفة الإيطالية لاغازيتا ديلو سبورت أن ياسين عدلي قال لا لمنتخب فرنسا وسينضم رسميا للمنتخب الوطني الجزائري، حيث قد فضل ياسين عدلي اللعب مع إسماعيل بن ناصر في وسط ميدان الخضر تحت قيادة جمال بالماضي. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.